بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومعالي الشيخة هيا بنت راشد الخليفة رئيسة لجنة التراث العالمي لعام 2018، أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال مؤتمر صحفي عن آخر مستجدات استقبال مملكة البحرين لاجتماع لجنة التراث العالمي 42 والمزمع عقده ما بين 24 من يونيو وحتى 7 يوليو العام الجاري، حيث أشار المؤتمر أن مملكة البحرين استطاعت أن تنال عضوية لجنة التراث العالمي ورئاستها لمرتين، وذلك لأن البحرين تبادر بمشاريع تساهم في حماية التراث، أهمها استضافة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي يعمل على حماية جميع المواقع التراثية في البلدان العربية، بالإضافة إلى أن لجنة التراث العالمي 42 ستشكل فرصة للترويج للبحرين وثقافتها وحضارتها ومواقعها العريقة، خصوصا موقعيها المسجلين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، كما ستلتزم مملكة البحرين بكافة اللوائح والقوانين والمعايير التي أقرتها منظمة اليونسكو خلال تنظيم الاجتماع، وستعمل البحرين على الاستعانة بالهيئات الاستشارية لاتفاقية التراث العالمي، وهي منظمات دولية حكومية وغير حكومية متخصصة في مجالات حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي. وعلى هامش أعمال اجتماع لجنة التراث العالمي، تستضيف البحرين منتديين عالميين هما منتدى الشباب المتخصص في التراث ومنتدى مدراء مواقع التراث العالمي في يونيو. المؤتمر لكي يعرف بأهمية انعقاد لجنة التراث العالمي في مملكة البحرين، هي المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه اللجنة الهامة. أكثر من 2000 زائر على مدى 10 أيام سيزورون البحرين من 24 يونيو وحتى 4 جولاي. هذا اللقاء السنوي يعد الأهم في هذه المنظمة الدولية الهامة، وستكون البحرين مصدراً لأخبار وقرارات لجنة التراث العالمي. دخول البحرين لجنة التراث كان يعني حدثا هاما في دورتها الأولى، واليوم حين ترأست اللجنة بعد اختيارها على مستوى العالم والدولة التي حازت على أكبر نسبة من الأصوات، هو موقف جميل من دول لمصداقية البحرين فيما تقدمه وفيما تحافظ عليه، لكونها أسست أيضا مركزا إقليميا يخدم جميع البلدان في هذه المنطقة. هذا الحدث الاستثنائي هو فرصة للترويج البحرين لمكتسباتها الحضارية لتاريخها. إن الأمم المتحدة هي التي تقوم طبقا لإجراءاتها بإدارة هذا الحدث، مشاركة مع أعضاء اللجنة ومشاركة مع البحرين، ونحن نقدم كل الشكر والتقدير لحكومة البحرين على القيام بعمل التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر الهام. هذا أكبر مؤتمر ينظم من طرف منظمة اليونسكو، ويشمل يعني كل الدول المعنية بالحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وأهميته في الحياة الاجتماعية وفي النمو الاقتصادي.